أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ بالعناوين. جاء في المدى الهجرة الدولية، 1,100,000 عراقي في مخيمات النزوح. ونطالع في يقين آفاد، كتل سياسية تستخدم ملفات المغيبين والمعتقلين والنازحين للحصول على المناصب. وجاء في القدس العربي، تبون في زيارة دعم سياسي واقتصادي لسعيد. عربي 21 عنونت الصحة العالمية تقلل من جدوى لقاحات ضد متحور أوميكرون. أما في نيويورك تايمز، نتصفح آبي أحمد، خطط للحرب في تيغراي مع أفريقي وجائزة نوبل شجعت عليها. التايمز جاء فيها، في لبنان جيل ضائع وأطفال سوريون يدفعون ثمن الحرب في بلادهم وانهيار مع حولهم. لوفيغارو جاء فيها، قيس سعيد نحو انجراف استبدادي أكثر فأكثر. أهلا بكم، نبدأ من موقع كتابات، ومقال للكاتب طارق الجبوري جاء فيه: تشكل مشاهد العراقيين العالقين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا صورا مأساوية عن مستوى المعاناة التي يعيشها شعبنا وما سببته المحاصصة من ويلات وكوارث في بلد غني أصلا بالثروات التي نهبت من قبل أحزاب عبثت وانتهكت أبسط الحقوق بعيش كريم وآمن. وليس من السهل جدا على عائلة تجازف بحياة أبنائها من الأطفال لولا مستوى اليأس الذي وصلت إليه. يكفي أن نشير إلى الإحصاءات التي وردت في تقرير مفوضية حقوق الإنسان الذي يشير إلى وجود 15 مليون عاطل وعشرة ملايين تحت خط الفقر وأربعة ملايين يعيشون في العشوائيات، إضافة إلى 5 ملايين عراقي مغترب يعيشون في 64 دولة، وخمسة ملايين يتيم يشكلون 5% من أيتام العالم. لندرك حجم ثروتنا المنهوبة وأسباب اختيار المواطن التشرد والهجرة بحثا عن وطن يوفر له ولأطفاله حقهم بالعيش الهانئ والكريم، لن نتحدث هنا عن أنابيب النفط ولا عن واردات المنافذ الحدودية ولا عن عدد المشاريع والصفقات المشبوهة التي تذهب في جيوب الفاسدين، فهي معلومة للقاصي والداني، بل سنورد جزءا من دراسة لمتخصصين في الشأن الاقتصادي أكدت أن إعادة توزيع رواتب الدرجات الخاصة من مدير عام صعودا بما فيها الرئاسات الثلاث بشكل عادل ومعقول يخفض مستوى الفقر في العراق من 40% إلى 6%، فأي ظلم هذا الذي نعيشه؟ وإلى متى نصبر ونحن نرى ثروات وطننا تتبدد وأهلنا مشردين ومعرضين لخطر الموت في طريق البحث عن وطن يقبلهم، ناهيك عن مخاطر عصابات التهريب؟ يضيف الكاتب: المعالجات والحلول هذه ليست مستحيلة، لكنها تحتاج إلى إرادة وطنية، وهي بكل صراحة متناهية غير متوفرة في أحزاب السلطة. لذا كانت مطالب التشرينيين شجاعة عندما تجاوزت الحاجات المطلبية ونادت بضرورة تغيير شامل جذري في هيكلية العملية السياسية المبنية أصلا على المحاصصة. وواهم من يظن أن إمكانية تحقيق الحد الأدنى من حقوق المواطن ببقاء وهيمنة نفس الوجوه ونفس الأحزاب الفاسدة التي اعترفت بنفسها بفشلها ومع ذلك تتصارع على مناصب لها بعد كل انتخابات. جاء في الزمان، يقول الكاتب عبد الحسين شعبان في مقال بصحيفة الزمان العراقية: أثارت فضيحة الشهادات المزورة التي حصل عليها طلاب عراقيون من بعض الجامعات اللبنانية عاصفة شديدة من النقد والاتهام في الأوساط الأكاديمية والثقافية اللبنانية والعراقية، ويلقي هذا الملف بظلاله القاتمة والكئيبة على أوضاع البلدين السياسية والاقتصادية والمعيشية كذلك، ولا سيما تفكك الوحدة المجتمعية بسبب نظام المحاصصة والطائفية
القائم على الزبانية والمغانم. حسب ما ترشح من معلومات، فهناك ثلاث جامعات لبنانية متورطة في هذه المسألة، منحت شهادات لأعداد غفيرة من العراقيين لم يذهب بعضهم إلى لبنان أصلاً أو زارها للسياحة، حيث استغل بعض النواب والمسؤولون العراقيون مواقعهم وإمكاناتهم للحصول على شهادات الماجستير والدكتوراه. فثمة رغبات محمومة للحصول على شهادات أكاديمية بأي ثمن. وقد علقت وزارة التعليم العالي العراقية شهادات الطلبة الصادرة عن الجامعات اللبنانية الثلاث لعدم التزامها بالرصانة العلمية. وورد في وسائل الإعلام اللبنانية أن إحدى المؤسسات المعنية هي الجامعة الإسلامية التابعة للمجلس الشيعي الأعلى، التي سارعت لإقالة رئيستها وتعيين رئيس جديد بدلا عنها، وفتح مجلس الخدمة المدنية اللبناني تحقيقا في المسألة. ويصل الرقم المتداول إلى 27 ألف شهادة مزورة أو مباعة. أصبحت قصة التزوير مسألة شائعة واعتيادية في العراق بعد الاحتلال، وشملت وزراء ووكلاء وزراء ونواب وعددا من المستشارين، وبعضهم لا يحمل شهادة أصلا. كما شمل التزوير شهادات الملكية، وتم الاستيلاء على منازل وأراضي بعضها لغائبين، وشملت أعدادا كبيرة من المسيحيين. وأعتقد أن أمام مفوضية النزاهة عشرات الألاف من الدعاوى الخاصة بالتزوير للشهادات وقضايا الملكية والنزاهة والرشا والسرقات وغيرها. إذن هو نظام قائم على الزبائنية والمغانم. يقول الكاتب أن السمعة الطيبة التي كانت تتمتع بها الجامعات العراقية تصدعت بفعل عوامل عديدة في الماضي والحاضر، من أهمها نظام المحاصصة القائم، فضلاً عن أن العديد من الجامعات الأهلية لم ترتقي حتى إلى معايير الحد الأدنى المتعارف عليها عالمياً وعلمياً، دون أن ننكر على بعض الجامعات العراقية ما قدمته وما ساهمت به من رفض المجتمع بكفاءات وطاقات علمية محترمة محترفة في فترات سابقة. نقرأ في المدى، حيث ذكرت منظمة الهجرة الدولية أن 1,200,000 عراقي ما زالوا في مخيمات النزوح لغاية الوقت الحالي، مشيرة إلى أن مستويات العودة قد تراجعت منذ عام 2018، مبينة أن مناطق محافظات بابل، ديالى، بغداد لم تسجل حالات عودة لغاية الوقت الراهن. وذكرت المنظمة في تقريرها السنوي حيث ترجمته المدى أن العراق شهد عودة حوالي 4 مليون نازح إلى دياره لغاية شهر تموز الماضي، حيث جاء هذا عبر موقع المدى. تباطؤ في العودة قد حصل منذ حزيران عام 2018، مؤكدا أن 287 موقعا حول العراق لم يشهد أي حالات عودة للنازحين. وذكر التقرير أن 1,200,000 شخص ما زالوا في مخيمات أو حالة نزوح عكسي لأسباب تتعلق بعودة فاشلة أو عدم توفر استقرار، أو ما تزال مناطق سكناهم الأصلية تعاني من مشاكل أمنية. وأورد التقرير أن 10 مواقع شكلت ما يقرب من 3/4 عدد العائدين، توزعت ما بين الرمادي بنسبة 12% من عددهم، والفلوجة بنسبة 11%، وهيت بنسبة 4% ضمن محافظة الأنبار. ونبه التقرير إلى عدم تسجيل حالات عودة لمناطق المحاويل والمسيب والحلة ضمن محافظة بابل، ولا في العظمية والمدائن ضمن محافظة بغداد، ولا بلد روز وبعقوبة ضمن محافظة ديالى. وذكر التقرير أن حالات العودة المتذبذبة اقتصرت في مناطق البعاج وسنجار، وحالات عودة ثابتة في كفري وطوس خرماتو، في حين توقفت حركة العودة لمناطق أخرى. وتحدث التقرير عن تناقض بالأوضاع ما بين المناطق المدنية والريفية فيما يتعلق بالمؤسسات الخدمية فيها. طبعا عودة 4 ملايين نازح إلى دياره لغاية شهر تموز الماضي جاء عبر 2,162 موقعا، وهذا أضاف كذلك التقرير أن أغلب المناطق التي تعاني من هذه المشاكل المتمركزة بالحويجة والخالص والمقدادية وخانقين وكفري وتكريت وطوس خرماتو. وانتهى التقرير
إلى ضرورة إزالة الحواجز التي تعيق عودة أعداد أخرى من النازحين الذين ما يزالون مقيمين في مخيمات أو توفير أماكن سكن بديلة دائمية لهم. ومن العراق إلى لبنان، وسؤال الدولة والوحدة والمستقبل. مقال للكاتب قاسم قصير في موقع عربي 21 جاء فيه ما يجمع لبنان والعراق هذه المرحلة كما العديد من الدول العربية التي تمر بمرحلة دقيقة حساسة كتونس وليبيا واليمن وسوريا وغيرها. أسئلة عديدة حول مستقبل الدولة والوحدة الوطنية وكيفية مواجهة الانقسامات الطائفية والمذهبية السياسية والحزبية. فبدل أن يكون التنوع عامل غنى وثراء للمجتمع يتحول إلى عامل انقسام وصراع وتبادل للمخاوف والأزمات. الصراع السياسي والحزبي الذي نشهده اليوم في العراق حول نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة والتشكيك فيها والصراع حول تشكيل الحكومة المقبلة، إضافة للنقاشات حول مستقبل الحشد الشعبي ودور الميليشيات وغير ذلك من الملفات الساخنة في العراق، كل ذلك يؤكد أن العراق لم يشفى من أمراضه المتنوعة حتى الآن منذ الاحتلال الأمريكي وسقوط نظام صدام حسين وقيام النظام الجديد عام 2003، كما أن خطر عودة داعش لا يزال قائما في ظل الخلافات الداخلية والصراعات الخارجية على أرض العراق. ومع أن المشاركين في مؤتمر مجلس كنائس الشرق الأوسط في بيروت حول العراق تحدثوا عن الجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الجهات الدينية والرسمية لحماية التنوع والحريات ومواجهة التطرف والعنف والعمل لقيام دولة المواطنة، فإن المعطيات الواقعية والأحداث التي نشهدها يوميا في العراق تكشف عن حجم المأزق الذي يعانيه العراق اليوم، والذي يتمثل بأسئلة أساسية، ومنها: هل تريد القوى السياسية والحزبية والميليشيات قيام دولة حقيقية في العراق؟ وهل يمكن حماية الوحدة العراقية في ظل التنوع الديني والطائفي والعرقي؟ وأي مستقبل للعراق في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها اليوم؟ وبالانتقال من العراق إلى لبنان، فإن الأسئلة حول مستقبل لبنان ووحدته وكيانه ودور الدولة ومستقبلها تزداد يوما بعد آخر في ظل الأزمات المتعددة، مثلا الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والسياسية. ننتقل إلى القدس العربي، حيث جاء فيها حول موضوع تخبط قيس سعيد والخشية من قادم أعظم، حيث جاء في صحيفة القدس العربي في افتتاحيتها: ربما تهيأ للرئيس التونسي قيس سعيد أن سلسلة الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها إنما تستجيب لنداءات محلية شعبية نقابية وأخرى دولية طالبته بوضع جدول زمني واضح وتحديد آجال تنهي حال الاستثناء التي تعيشها البلاد. الذكاء الشعبي البسيط والتلقائي يدرك أن ما نهض في الأصل على مخالفات قانونية ودستورية في شهر تموز يوليو الماضي لن تكون له صلاحية إسباغ مشروعيات قانونية أو دستورية بصدد الفروع في تموز يوليو المقبل، وبالتالي فإن سقوف سعيد الزمنية ليست إلا مناورات واهنة ومستغلكة تمد في عمر انقلابه سنة إضافية، لكنك لا تعيد أو تستعيد الحدود الدنيا من الشرعية. وصحيح بالطبع أن الدساتير توضع لكي تتجاوب مع حاجات المجتمع والحياة والزمن، ويتوجب استطرادا أن تخضع للتطوير والتغيير والتلاؤم مع المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للشعوب، لكن مراجعة الدساتير لها أصولها وقواعدها التي لا يكون انتهاكها سوى مدخل إلى الاختلال والفوضى والفراغ. والدستور الذي جاء بالرئيس الحالي إلى قصر قرطاج وعليه أقسم يمين الولاء لا يجوز أن يتبدل بجرة قلم من الرئيس أو باجتماعات شبه مسرحية مع عدد من الخبراء القانونيين الموالين للرئاسة أو بموجب تبريرات خطابية محشوة بالبلاغة واللغة الخشبية على غرار الحديث عن الوحوش والكواسر والفرز التاريخي في محكمة التاريخ. تقول الصحيفة أن الشعب التونسي هو الضحية الأولى وراء تخبط الرئيس بالطبع، والخشية هنا تكمن في أن يكون القادم أعظم.
صحيفة التايمز نشرت تقريرا أعده مراسلها في الشرق الأوسط ريتشارد سبنسر، قال فيه إن بعض المراهقين قد يحلمون بتعلم ميكانيكا السيارات لكونها أصبحت هي الواقع بالنسبة لمئات الأطفال في جميع أنحاء لبنان الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المدرسة. فمع انهيار الاقتصاد والمجتمع في البلاد، يملأ الأطفال بملابسهم المزيدة مزيتة ورش العمل في الشوارع الخلفية للبلدات على طول سهل البقاع، ومعظم العمال فيها هم من الأطفال. على أرض الواقع يعني هذا أن الحد الأدنى للأجور الذي لم يتغير من 675 ألف ليرة لبنانية قد انخفض في القيمة الحقيقية من 450 دولارا شهريا إلى 25 دولارا. وليس من المستغرب أن اللاجئين السوريين ليسوا وحدهم الذين يدفعون أطفالهم للعمل، بل واللبنانيون، إن عدد الأطفال العاملين تضاعف خلال 18 شهرا إلى نحو 1 من كل 10 وفقا لمسح أجرته مؤخرا حماية، وهي مجموعة محلية مستقلة رعت حملة دعائية مع منظمة بلان انترناشونال المؤسسة الخيرية لحماية الأسرة. حتى تلك الحملة لم تصل إلى حد المطالبة بوضع حد لهذه الممارسة، معترفة بأنها كانت شريان حياة لكثير من الآباء. إن التكلفة المنخفضة لعمالة الأطفال هي بالتأكيد عامل جذب لأصحاب العمل، حيث أن الميكانيكيين المتدربين يكسبون 40,000 ليرة لبنانية أسبوعياً، أي أقل من دولارين بسعر الصرف الحالي. وأدى الوباء إلى إغلاق المدارس لأكثر من عام، وبينما تم توفير التعليم المنزلي للعديد من اللبنانيين، إلا أنه من الصعب عمل الترتيب نفسه للاجئين الذين ليس لديهم أجهزة كمبيوتر محمولة والذين يعيشون في الخيام. ويعيش حوالي طبعا 80% من اللبنانيين وأكثر من هذه النسبة بكثير من السوريين الآن في مستوى الفقر وفقا لتعريفات البنك الدولي، ويشير الكاتب إلى أن جيلا كاملا يفقد طفولته. وإلى خبرنا وصور اليوم، حيث أظهرت صور حشودا عسكرية على طرفي الحدود بين روسيا وأوكرانيا، ويأتي ذلك وسط تقارير تفيد بنية روسيا تنفيذ عملية عسكرية مطلع العام المقبل مقابل تهديدات بفرض عقوبات على موسكو في حال تنفيذ ذلك. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.